والحين نرجع لكم مرة ثانية مع كرافت ذا وورلد. طبعا اسمي مع رمل موبايل اتشيفمنت تبسمون هذا يطيح طيح وثني شكرا ريبليساند ريبليساند هاي موارد كلها بنحتاجها ريبليساند شكرا اعطاني سامون اروم لبس ربعي في حدا ما عنده هاتشت كل حدا عنده هاتشت تفرق مش هاتشت بكاكس سوالف رست هاتشت 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 تعلم هاتشت وابوك لا لا تتهور يا ابو خلي لا تتهور مزين هذا خنزير شو يسوي هنا لحم بلاش هذا تعالوا ذبحوه الحين بنشل هاي الحطين اللي تات والله يضارب مع دوار هو عادي عادي يزح دوار في مالي نوب اصلا وين صار تيبل تيبل عندي خشب الحين تيبل زين نيو تكنولوجي شو نقدر ورك بنش بوكيت غيره اوكي نرمي مع ماي مع الوقت الحين اللي ابغى احط لهم شو اكل انا مره ما احط لهم اكل اذا ما عندي طاوله ترى هاي مصيبه ومعاناه في نفس الوقت لازم طال شوفوا هني لحم واو غرابه عندي انا تعالوا كلكم مش مشكله الحين هذا كوب انت بارك بكاكس معنا محتاج كل حد عنده بكاكس الحين البكاكس حق الحفر ترى تريو الحين عاد شلو هذا كله وكملوا الطابق مالي اقول لا تكملونه تعالوا ضربوا مع الكلب هذا وطلعوا هذا ضربوه انزين الحين نصير شو نسوي نحطي لهم اكل عطول لعبة يبغى هذا هو الكلام انت بارك سيف تعال انت بارك سيف ما عندي ولا وورير انا ما عندي ريسبي وورير بعد ابو محارب ما شوفوا ابو سيف قطعة العواد ودينا العواد ودينا انزين الحين كملوا طابخ هذا بيكون طابخ ترى تعال اذبحوا هاي الاكس بي بلاش حطوها هنا اساس ترمون تركبون فوق ما عندي سكافولدنج لو عندي سكافولدنج كنت ارتحت من هذا العذاب والله سكافولدنج تفرق وايد فارمنج اوكي بس مور ان اوردر تو جرو يور اون سيد ما اعرف شو الى اخره صحيح بس الحين يبغانا بوت بوت مالنا كيف نسوي ادوات هني كان هذا ماتيريالز حديدة حديدتين ثلاث بوت زين كيف الحين ابغى الفل انا هني اوكي هذا اساس نسوي الطباخة الحين اللحم اللي بناه نقدر نطبخه هني يوم نلفل منو ركزوا معي يوم نلفل التالنتري طاولة هاي ما بستعملها بستعملها بعدين حق شيء ثاني شوفوا الحين عندي لحم بس خليه يبون لحم ثاني كذا ما يكفي زين خلنا نشيل البيريز خلهم شو ياكلون اساس يفولون طاقة عندي 7 شبار يعني بس ما تشل الطاولة اكثر بيروحوا ياكلونهم ترى دام ان تشوفون الخط هذا يراوينا وين القاعدة بالضبط وين مستواها وين مجالها وين كل شيء خلهم يرقدوا مو مشكلة نوم العوافي خلهم يبغوا خشب 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 حياتي كلها خشب يو الحديد هني رقم واحد تحت شوفي في حديد في فحم زين نبى مثرل نبى ربع نبى السوالف الطيبة حد فيكم اذا لعبت تيراريا بعرف تحت في الكومنت خبروني اذا لعبتوا تيراريا تيراريا مشروع ناجح افكر اسوي سلسلة تيراريا اذا بغيتوا بنسوي سلسلة حقها لعبة جميلة شكلها مريت عليها مرور الكرام انا لكن للحين ابو بكت
بسوي كرافت بكت 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 بلانكس بلانكس يبغى له ورك بنش، انا متاكد اذا ما كنت غلطان لاني مش لاعب اللعبه من سنه. يب كرافت ورك بنش مضيع ما كان سوينا. خلينا نحط هذا صوره شيء حكم على الاداره. ثانك يو كرافت نحط الى هذا يزيد الكومفورت مالهم. سوي ماوس اوفر يقول لك افريج كومفورت مالهم كم، شو يسوون شو ما يسوون. انزين الحين وين الورك بنش مالنا بيكون؟ مفروض هنا. شوف الطاوله هاي اللي ما حطيتها انا ليش؟ حق منو؟ حق الورك بنش. والله محصل طاوله شكله من اتشيفمنت، بس الورك بنش بحطيه فوق تراني، مو بحطيه تحت. قريب ال عندنا بيشيلون سامان من هذا بيحطون في هذا، لانه من يسوي سامان هني بيعقه في وين؟ في الستور. الستور مره ما نحرك مكانه، نقدر بعدين نسوي ستور جديد لكن ما نقدر نعقد سامان مكان ثاني. ما نقدرش ابدا. ايوه هذا المطلوب. الحين خلنا نبدل رير ساند رير ساند. ليش ابدل الساند؟ لان بعدين انا بحتاج ساند، مش وايد سهل نحصل الرمل هنا لان اكثرها ديرت، بيئه صحراويه. في طريقه نسوي ماي في اللعبه من الثلج بعدين، لكن ما اعرف اذا في طريقه نسوي رمل من ديرت. السؤال ما اعرف جوابه يعني، فبنستكشف نستكشف ان شاء الله. اذا عجبتكم اللعبه بنكمل استكشاف في مراحل اللعبه. شوفوا الحين عندنا حديد 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 كول حديد. اوه فيران، هاي كلاب ياكلون الاكل مالي ترى. اخذ شيء فيران، ياكلون اكلنا ياكلون اكلنا الحيوانات. ما هذا حرام اخسر فيه سوق، بس يكون عندي واحد يشتغل. زين اكوب كرافت، نرجع لصديقنا البلانكس، بسوي دفعة بلانكس حق الكلام. من تمطر شوي بينا اللحظة مش هذا. شو نبغى نحن؟ نبغى بس اوكي ها، بس على سبب افتح التك تري على فكرة. وودن وول وودن تشست، لا ايوه مكست جرينز لحم. هذا اللحم اللي بنام الخنزير، تحيدون الخنزير. الحين في واحد عندنا بيروح هني بيطبخ لنا وجبة من وراء اللحم هذا. تعال دقهم دقهم دقهم. على فكرة اظن حصل لحم من فيران. والله مشكلتهم اذا الدايت مالهم دايت فيران اي دونت مايند. هاي والله عقلنا لحم، شوفوا في قطعتين لحم عندنا. تعالوا كسروا البيس مالهم. في عقب النوروم اني بت حيوان يحمينا من فيران ترى على فكره، والحراميه قريب اني بتثاون بسوي له سرير. اوكي حلو وايد حلو وايد حلو. خلينا نشوف ربعنا منو محتاج سامان. عاد محتاج سامان نحن عندنا فشر. لا وين صار وين صار؟ ما عندنا كوك فيشر كوك وورير ميج ارشر سومر. ما بعطي هذا سومر، بعطي قبل الوورير يستاهل سلاح. هاي شغلته ارشر. ما عندي رمح الحين، الرمح لازم احصل خروف. شوفوا زاد 40%. لا ال 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 خروف يعطينا اللي هو صوف. الصوف نطلع منه شو؟ تذكرت انا كنت بسوي بكت بكت. ما حد صار يسوي لي هذا، تو قاعد يسوي الخايس. ما كان قبل في اتش بي ترى، هاي اضافه جديده تو اشوف اتش بي عليهم من يدقونهم. شوفوا الحين حلو يوم بسوي شيء جديد حقهم من حديد بعرف الفرقيه بينهم، اعرف متى على الاقل بيدقه. هذا في اكثر يعني
كان خايس. تعال ها راح يجمع سمون سحب عليهم. يو شو قاعد تسوي انت؟ شو قاعد تخبص؟ صاحب العالم انت. المشكلة من كثر الشغلات اللي الواحد يبي يسويها هني ينسى اي شغلة شو كان يبي يسويها. تسوي هذا زيادة، تسوينا هات لنا تفاح، عندنا من هذا، تسوي لهم سلطة. على فكرة اذا اكلناها من نوع واحد اكل ترى يملون. على فكرة انا اخبركم، محتاجين تنوع في الاكل. ادري الناس استعباط، لكن هذا اللي هم محتاجينه. شوفوا بولي باله خرفان، وين بيب ما اعرف، وين بيب ما اعرف، وين البورتل افتح طلع لي واحد. اوكي نعطيك بكاكس، نعطيك هذا، بعطيك قب دايركت. خلنا نشوف نقدر نسوي لهم. عندي مشكلة متأزمة مع الخشب، بس ترى الأسلحة هاي وايد تفرق وياهم في الضربة. الدوارف مالكم يضرب وايد أحسن، وايد أقوى يعني. هذا بس يزيدهم تو ستامينا، تو أرمور سوري. تعرفون انتو الأرمور ولا لعبوا؟ إذا ما تعرفون بسوي لكم عقب شرح مبسط عنه. ترى خلنا نعطي هذا بس، بس صار بيسوي شيء زين. يو هاي شيء خايس، هذا أخس شيء في العالم. رموف لدر سوي لهم كرة، ما عندي خشب لا تسوي له رموف. بحط شيء ما يعقب كل سمانهم كل ما يشوفون حد. ترى هذا درب حقهم، ترى درب درب. نبدل السمان اللي هني، نبى نحصل بورتل، نبى نحصل شيء. بس اذا انا بوصل لهم اصلا، شوفوا الخطة، اذا بوصل لهم لهالسوالف لازم اخلص هاي لو انه ينزل اجلتي مالهم، لكن زين ترى محتاجين ارمور في البداية. نحن بنحصل السلاح مع الضرابة شوي، بني بايرون سوالف ايرون وايد اوكي. اوه هاي اللي عندهم سامان، هذا الشرد اتش بي ماله له وايد زين، وايد زين. اذا حصلنا سامان وايد اوكي. عقلنا سيف ولا ما عقلنا؟ شكلهم ما عقلنا شيء. حيوانين سكلتونز ميس، عندنا ميج هي يود. نايس نايس. بلاهم ياكلون؟ لا ماكلين، ماكلين حبه يمكن. شوفوا الفيران كانوا يسرقونه كلنا، ترى حراميه الفيران كل مكان، كل مكان حراميه. ريبليساند ريبليساند. هلا تشوفون اقدر احصل خرفان. ايوه هني الدمار كله، هني الدمار كله. هذا يباله جسر من هني لين هني ونفضح الارض. والله بس عقب متى افتح الجسر؟ لحظة الجسر بعدين، بعدين بعدين نفتح الجسر. بس الحين وش دي بالا روب؟ كم جولد عندي؟ 14. بينفعني في المستقبل جولد، بنشتري فيه سامان من هنا. خيبة عرضو 300 هدي اعصابك. يوراندر اتاك، يلا حسبت شي يهجم علي، خوفتني. حسب شي انا هنيك استكشاف الموارد هاي معناه. زين بسوي هني بوقف لاني ما اشوف شو وراه. في عنا حفرة هني، ابغى اعرف شو داخل. سمعت صوت دياي انا عندي، وينه دياي؟ زين نبغى نسوي اسهم. كل شيء بالنسبة لي هني ورد، مورد انا كل شيء تشوفه موارد. لازم تشوفون لعبة طريقة كلها موارد موارد موارد. صح انا سويت بلانكس، الحين بيكون عندي حق بكت. هذا البكت بكت بس ممتاز. الحين من يخلصها ايوه على طول بدأ يسوي لي البكت بكت.
نسوي انارات ودنيا و... ونشل الحديد ونشل الموارد ونشل سلامكم كله. ايش نحصل ما تحين الخريطة نحن اصلا تعرفون هالشي؟ خلنا نسرع اللعبة. انزين اذا ادخل في الكرافت ابقفل بينفعني بعدين يكون عندي واحد وايد زين بيكون حق الباب. ابا ودن وول ودن وول يباله وايد ودن مشكلة ترى. بس شو من شغلات اللي سريع سريع بيها لنا بيتم يشتغل هو مسكين على الورك بنش لين روحه تطلع بس بيلتعن لعانه يشتغل يعني بيصيح تعرفون شو بيصيح؟ الله لانه يصيح وفي حفر كلهم بيصيحون وهم يحفرون اللعبة كلها حفر اسمه دق دور المفروض يسمونها. تري 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 خلنا نشيل هايل بينا رمل هني شو موارد حولنا تغيرت لا نفسها. عيست وننزل عيست وننزل ليش ما في مورد؟ هذا فنان مكان خليك بر شوي يطلع لنا شوي شير اكثر يطلع لنا خشب اكثر سوري مش شير. ابو اوصل عند هايل لان هذا الجريف يارد اي جريف يارد تشوفونه معناه يطلع يسوي سبون شو سكلتون على طول سبون سكلتونز. ابا كسر هذا وهي عند هايل الخرفان تشوفكم جريف يارد من شي يوني ترى اقول لكم سوي الارتيدة ولا الحرم وايد بضيع وقت في هاي وايد وقت هني ابا اسوي مساحة درت على اساس يطلع لي شير. انزل كرافت ذا وود كرافتي انزل بس اوكي فتحنا التك تري فتكينا ايرون بكاكس هني شوي بدينا نتكلم فبحت ما في خشب يعني معقولة انا الحين عندي مشكلة خشب اكثر من الحديد كم حبة بحتاج عندي 8 دورف فورج ونسيت موضوع الفورج بعد هني الفورج هني بيكون يباله ووتر ما علينا بكت صح قادر ووتر هذا السطل اللي سوينا بكت لول يلا غلطة الشاطر بالف اول مرة اسويها يعني خلينا نبدلهم سريع هني بيطلع لنا شير ترى مساحة رملية ممتازة. كم باقي لنا على الهجوم؟ باقي لنا وايد هاي الهجوم بيلحقنا الحلقة الجاية مش هالحلقة وقت الحلقة تقريبا خلص. كرافت تورج 20 حبة بسوي شو عندي جديد انا محصل ووتر معناه اروم اسوي فورج ووتر مو منطقي اصلا كيف تجيب مي يعني في ايدك يعني وين بتحطيه لكن عندك سطل فيه مي زين هذا هني الفورج نفس الشيء فوق بيكون ما بحطيه بعيد ابدا يشلوا السمان يشتغلون يردونه وين رايحون راسنا من شو؟ من صدعة الراس استوى عندنا خشب زيادة ولا ما استوى؟ استوى معنا ارم اسوي كم ايرون هاتت ما في اصلا وايد شير فحرام شو بسوي؟ بسوي هذا بكاس تعال فكرة حتى لو حطيت على وصفة وغيرت تتغير اربع ارم اسوي بس ناقصني خشب بكاس انا وايد بحفر دق ذا وورد قلت لكم دق يعني احفر العالم مع هيفا ما هيفا شخص هيفا احفر العالم اوكي حسنا كرافت وورد وايد مصر على اللعبة انا اللي صنع اللعبة بيشتكي علي اظني ريبليس ستون زين حطينا تورش ريبليس ايرون اور والله حلو ان عندنا كمية ايرون ترى على فكرة
هالشي بيخدمنا وايد. خلنا نسوي كرافت. انا ابغى الايرون بيكاكس يكون من على الاقل عند الكل يا جماعة الخير، ما ابغى نفرين عندهم، لان هذا وايد يفرق ترى في الحفر، وايد يفرق في الحفر بشكل فظيع. في الحلقة الجاية بيكون هجوم ان شاء الله، لان وقت الحلقة هذا خلص. ابغى اشوف ارائكم. وصلوا؟ لا خلاص بنخلصه هنا، خلاص الحين بخلص. بس كسروا سموني الاول، ما كانوا يكسرونه، فلا بديت الخايس. في شيء طاح تحت فيه، عندهم سمان. ليش ما يعطونا سمان؟ ليش ما يعطونا سمان؟ هجوم كان تعبان الصراحة. نشوفكم في الحلقة القادمة، لا تنسون تدقون لايك سبسكرايب شير للحلقة هاي حق اللي ما يعرف اللعبة. نشوفكم في الحلقة القادمة على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.